والنهاردة عودة لمباريات الدوري الممتاز بعد توقف لفترة اتلعب فيها مباريات الكاس القديم وعدد من مباريات الكاس الجديد وكاس الرابطة اللي حصل عليه فيوتشر. النهاردة الأهلي عنده لقاء مهم وقوي مع فيوتشر اللي بيقوده علي ماهر. الزمالك عنده مواجهة لتعزيز صدارة الدوري مع المقاولين العرب. خلينا نعرف إيه المتوقع، الجولة دي ممكن تأثر إزاي على حسم اللقب. معانا على تليفون عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا زميلنا، صباح الخير على كل مشاهدي القناة الأولى، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد على كل المشاهدين وكل المتابعين وكل الأمة الإسلامية يا رب. كل سنة وانت بألف صحة وخير. قبل ما نبتدي نتكلم على طول عن مباريات الدوري، عايز أعرف بقى في اختيارك للمدير أو رأيك في اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بالذات بقى بعد الفيديو اللي شفناه والتقديمة اللي تقدمها. صحيح طبعا، هو طبعا المنصات الإعلامية أو الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أعلنت خلاص رسميا التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لتدريب وتولي قيادة منتخب مصر في الفترة اللي جاية. طبعا كان بيقود المفاوضات في الفترة الأخيرة كابتن حازم إمام المفاوض أو المكلف من اتحاد الكرة المصري بإدارة الملف دوت، وخصوصا بعد توجيه الشكر أو الإقالة اللي حصلت ليه كابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب المصري. أعتقد كابتن حازم كان بيدرس أكتر من ملف وأكتر من سيرة ذاتية لتدريب المنتخب في الفترة الحالية. أنا عايز أقف عند أكتر من نقطة. النقطة الأولانية فكرة مدة العقد، مش إن أنت بتجيب مدرب لمدة سنة أو لمدة سنتين، واضح إن في ثقة أو إن في خطة طويلة، إن العقد مدته 4 سنوات وإن هو موجود معانا لخطة إن شاء الله هيكون لمونديال روسيا. وده كان واضح في إعلانه إنه بيتكلم في استقرار وإنه بيتكلم إنه جاي يعني ناوي يعمل خطة طويلة الأمد لما بيقول أنا المدرب لمدة 4 سنوات مقبلة. بالظبط، عشان كده أنا قلت لحضرتك في النقطة ديت أول نقطة حابب إن أنا أقف عندها. النقطة الثانية فكرة تمسك المدير الفني بالجهاز المعاون بتاعه أو المساعدين بتوعه، إن هو عايز 4 مساعدين موجودين معاهم بما فيهم مدرب حراس مرمى. ده بيأكد إن الراجل جاي مش مجرد ان انا هنضم لاي عناصر مصريه او ان في جهاز متكون ما بين مصريين وبين اجانب، لا هو متمسك بالمساعدين بتوعه، ودي نقطه احترافيه بيديرها اي مدرب. دلوقتي احنا لسه كنا مؤخرا من اقل من 3 اسابيع كنا شايفين نفس الموقف ده مع سواريش المدير الفني للنادي الاهلي اللي هو متمسك برضه بالجهاز المعاون بتاعه. النقطتين دول نقطتين يدونا بعض التفاؤل ويدونا جانب كده من ان احنا ان شاء الله نطمن للفتره اللي جايه مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. طبعا لازم برضه مع التفاؤل ده ومع الاحساس بان ان شاء الله ممكن تكون مرحله جديده، لازم برضه نحط حته حذر ان روي فيتوريا هو رغم ان هو مدير فني واسم كبير من المدربين اللي لهم سيره ذاتيه مع الانديه، ولكن هي دي التجربه الاولى ليه مع المنتخبات، فديت نقطه برضه تحسسنا ببعض القلق المشروع زي ما بيقولوا او ببعض الحذر، ان الفتره ديت لازم نشوف او نوفر لروي فيتوريا كل المقومات وكل الامكانيات اللي تساعده، لان دي اول تجربه ليه مع منتخب. نتمنى ان شاء الله انها تكون بدايه خير لي ولينا مع بعض. خلينا بقى نشوف لقاءات الاسبوع ده ازاي هتكون. خلينا نبتدي بالاهلي وفيوتشر، خصوصا ان علي ماهر قابل الاهلي 8 مرات في نوادي مختلفه، ولما قابل فيوتشر الاهلي بقياده علي ماهر المره الوحيده في موسم 2017-2018 انتهت المباراه بالخساره لفيوتشر. متوقع النهارده اليوم يكون شكله ازاي؟ طبعا النهارده مواجهه يعني بدوافع مختلفه لكلا الفريقين. فيوتشر خلاص رغم ان هو تجربه جديده الا ان هو حط نفسه وسط الكبار وتوج باول بطوله لكاس الرابطه مؤخرا، فداخل المباراه منتشي وداخل المباراه وهو عنده حماس كبير جدا بان هو يحقق نتيجه طيبه قدام النادي الاهلي. اما النادي الاهلي ومؤخرا وتحديدا نتائجه في بطوله الدوري الممتاز متخوف من ان هو النتائج تستمر سلبيه، خصوصا ان هو في مباراة الجونة تعادل، قبلها في الدوري خسر من سموحة، فهو محتاج ان هو ينتفض ويرجع تاني تحديدا كمان علشان يستمر في منافسة الصدارة اللي بيتصدر الدوري طبعا نادي الزمالك 51 نقطة، اما النادي الاهلي 45 نقطة وليه مباراتين، فخلاص النادي الاهلي ما بقاش عنده رفاهية خسارة نقاط أخرى ولا بقى عنده حلول تانية، هو محتاج ان هو يستعيد من جديد نغمة الانتصارات في مباراة، وانا شايفها مباراة صعبة جدا. ده هيأثر على شكل المباراة النهاردة. فيوتشر معنوياته في السماء، طالع ببطولة الكاس وكسبان، الأهلي عنده لخبطة، شكل المباراة هيبقى ماشي ازاي النهاردة؟
أنا شايفها مباراة 50-50 وفي الملعب، وخصوصا مع عناصر الفريقين اللي موجودة، بعض الغيابات اللي موجودة عند النادي الأهلي وظروف نسبيا تكاد تكون صفوف مكتملة في فيوتشر، فأنا شايفها 50-50 وهنشوف مباراة من المباريات الممتعة في بطولة الدوري في الوقت الحالي. طيب المدير الفني الجديد البرتغالي قدر يعمل ايه؟ هيستوعب شكل الفريق ما الجديد؟ نقدرش هيعمل نحكم عليه لسه، هو يا دوبك مباراتين فقط اللي ادارهم، مباراة الكاس رغم ان هو تخطى بتروجيت وفاز، ولكن بعض الناس ما حستش بان الاداء في افضل حالاته، وكذلك التعادل امام الجونه في الدوري، فعشان كده ما نقدرش نحكم عليه او نظلمه، خصوصا ان هو في تلاحم للمباريات وضغط كبير جدا، وكمان في غيابات كبيره عن النادي الاهلي، فما نقدرش نحكم على المدير الفني مش قبل على الاقل 4 مباريات او 5 مباريات ليه. فاعتقد النهارده مباراه من ضمن المباريات اللي هتساعد في اننا نحكم على سواريش في تجربته الجديده مع النادي الاهلي. طيب خلينا نشوف بقى الزمالك والمقاولين النهارده ايه اللي هيحصل. الزمالك كان حاصل الفتره اللي فاتت على راحه بقاله يعني فتره، والمقاولين مش في احسن مستوياته، المباراه هتكون شكلها ازاي؟ طبعا هي مباراه نقدر نسميها مباراه القمه والقاع، مباراه الزمالك بيتصدر بطوله الدوري زي ما قلنا ب 51 نقطه، اما المقاولون العرب ب 20 نقطه في المركز ال 16 وفي صراع كبير من النجاه او من محاوله الهروب من قاع الجدول، خلاص ما فيش تحته غير فرقتين بس، ايسترن كومباني والمقاصه. والفوز في للمقاولون او ان هو يحقق نتيجه ايجابيه هتدي له دفعه وهتساعده في ان هو يعني ينتشل نفسه شويه من القاع في جدول الدوري. مباراه ايضا مباراه صعبه، الزمالك عنده بعض الغيابات ولكنها اقل شويه، ولكن ازمه الزمالك من فتره اصلا ان ما بقاش عنده بدايل كتيره، هو القوام الاساسي اللي بيحاول يعتمد عليه اي غياب بيأثر، لانه كان الزمالك موقوف فترتين قيد في الفتره الاخيره. اعتقد ان المباراه نسبيا ليها افضليه لنادي الزمالك، ولكن ما نقدرش ابدا نقول في مباريات الدوري دلوقتي ان في فريق يعني بيتمتع بافضليه اكبر. احنا شفنا زي ما قلنا مؤخرا التعادل اللي حصل بين فريق النادي الاهلي مع الجونه، ولكن في النهايه هي مباراه يعني افضليه نسبيه، لو قلنا 50-50 لماتش الاهلي وفيشر فنقول 60-40 لصالح الزمالك المباراه النهارده في مباراه الزمالك والمقاولين العرب. كل الشكر ليك عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، قدمت لنا النهارده قراءه كده توقعيه للي هيحصل لمباريات النهارده. خلينا بقى مشاهدينا نروح لشاذلي وجمانه نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانه. بشكرك يا منى، شكرا جزيلا، والشكر موصول طبعا لضيفك الكريم.